المقاطعات تهزوا. ولات هذه المقاطعة الثانية اللي تصرفت عليها الملايين، المقاطعة اللي أصبحت حديث الساعة هنايا في مدينة تازة. الوثائق ديال المواطنين ولات ذات الركام، تصرفت الملايير. والغريب في الأمر أن مباشرة بعد استدعاء الرئيس تفاجأت الساكنة بأن المقاوم هز حوايجه ومشى ويستنى مرتاح. ولا زالت في الذاكرة ديال أهالي تازة بأن مدمنين ولاو تيرو تيجيو ديما لهاد البلاصة في الليل، الشيء اللي خلى الساكنة خايفة على الفلدات والكبات ديالها. والمقاطعة الثالثة من بعد ما تصرفوا عليها الملايين وتفتح تحقيق وتم استدعاء رئيس المجلس البلدي عن عجل، لدى المقاول بالفرار حسب ما يتداوله الشارع هنا بمدينة تازة. والغريب في الأمر أن البعض تيشوف قاصرين تيدخل هاد البناية اللي ولات نقطة سوداء بالمدينة، الشيء اللي خلى معاناة ضعف لرجال الأمن اللي تيحاولوا دائما يديروا حملات تمشيطية رغم جنحة الظلام. هكا الحوايج ديال مجموعة المتشردين اللي ولات تعرف مدينة تازة، واللي ولا الملجأ ديالهم الوحيد هو هاد المقاطعة. دابا بالنهار كل واحد فين مشى يدبر على راسه، ولكن بالليل لا بد انهم يجيو، لان الملجأ النوم الوحيد لهم هما هاد البيوت. اللجنة اللي جات شككات فهاد الأعمدة الإسمنتية وشكت في طريقة الأشغال، وبالتالي تصرفت الملايين وأصبحت منشأة جديدة لكل المتسكعين، مقاطعة تازة. الوثائق والأرشيف كل شيء ولا خايف عليه، الأرشيف هكا ولا في المقاطعة، حتى البلانات كاين وثائق وعقود. وتصميم المدينة هو لقيناه مليوح هنايا وسط الركام. هنا كانوا المستندات ديال المواطنين، هنا كان الارشيف، هنا ما بات يسمى بلاكاف، ولكن للاسف الشديد تعرض الى حريق. السؤال المطروح، من اضرم النار هنا في ارشيف هذه المقاطعه؟ هكا ولات البلاصه اللي فيها الارشيف، هنا بلاكاف، شعلات فيه العافيه وشعلات في مجموعة المستندات. والأوراق هنا، صور صادمة. هنا مشى الأرشيف المقاطعة. الإشارة مازال تحقيق حول حقيقة وتداعيات هذا الحريق الغريب الأطوار.
هنا ولا مرتع للمدمنين. هنا كما كنشوفوا الصورة تتكلم، مجموعة من القنينات الفارغة ديال شباب اللي ولا كيقلب غير فين ناس. وللأسف الشديد أن المقاطعة الثانية أصبحت هي الملاذ الوحيد هنا. هنا شعلت العافية في مجموعة المستندات حتى ديال الحالة المدنية، وثائق ومستندات هنا من أرشيف هذه المقاطعة اللي لا حديث إلا عن السؤال اللي كيتراود الشارع: من أضرم النار؟ في المستندات ووثائق هنا بهذه المقاطعة، وثائق ومستندات اللي حاولنا باش أننا نتقلبوا كثير هنا. كل شيء لا شيء أنا أتحرك. مناضلة جمعوية هنا في تازة، مات الوالد ديالها وخلى لها واحد الهيبة، خالها سرق الهيبة. جات المقاطعة باش أنها تجيب كوبي، للأسف الشديد الأرشيف تحرق، حياتها رجعت جحيم. فمن يتحمل المسؤولية؟ العزيزة الوالد ديالك خلالك شي هيبة ياك؟ فين ديك الهيبة؟ الهيبة راه عند خالي، ولكن خالي خباها عليا ما خلاليش. الوصية جبتها، ولكن الهيبة اللي غتنقدني وناخذ الحق ديالي باش نعيش حتى أنايا ما لقيتش الهيبة. ودابا كطالب أنايا في المقاطعة الثانية هادي دابا حيت مشيت، ولكن انت حاجه لا ما كاينش، قالك ما كاينش، ما كاين حتى شي وثيقه اللي غادي عندنا حنا الهيبه ديالك، حنا ما كاينش وثائق ما عندناش. هذا بريد التهيبات. قالك ما كاينش. اذا الاوراق ديالك كانوا تما في ديك الاداره؟ لان انا تابعه لتما، تابعه لذاك المقاطعه. ولكن المشكل دابا الا مشات لي الهيبه مشات لي حياتي، مشى لي كل شيء، مشى لي، لان الهيبه هي اللي كتبت بان داك الدار راه ديالي، وانا دابا الا مشات لي داك الدار وغادي نبقى في الزنقه، ما عنديش فين نمشي، ما عندي لا اخلاق. دابا تحققت الارشيف، مشات حياتك كامله. واه مشات حياتي كامله، ما عنديش منين غنجيبها. الوصيه عندي والهيبه اللي غادي تضمن لي حياتي وتضمن لي باش نعيش ما عنديش. دابا المحكمه كطالبني بها، فين ما مشيت كيطالبوني بالهيبه ديال الدار. كلشي تحرق، مشى الارشيف، دابا انت كطالبي غير كوبي ديال هاد الهيبه. لان هي اللي غادي تنقدني، لا الا ما لقيتهاش غادي نترمى في الزنقه. قدري مع خالك كي يشوف هذا الفيديو يحن حتى هو، راه عنده الاصليه. غالي ما حنش فيا، غالي ما حنش فيا، وكحن فيا وكعطوني رزقي هذه من 2016 هو كيستغل المحل وما كناخذ بدونها حتى ريال. ودابا داري تدار اللي كنت كنستافد من داك الكره ديالها باش نعيش ونشري نخلص الظلمه ونشري الدواء ديالي، حتى هي داها لي باش غادي نعيش انا. دالي الدار وغادي تمشي لي تدار اللي راني ساكنه فيها. الا تفاعلوا السلطات المحليه مع هذا الفيديو وعطاوك الهيبه، حياتك ربما غادي تتغير 100%. حياتي غادي تتبدل بطبيعه الحال، لان انا واخا بالتبني عندي الوصيه ديالي وعندي الهيبه باش نعيش، ماشي اللي بالتبني غيتما في الزنقه. الوثيقه ديال الهيبه ديال عزيزه تحرقات في الارشيف ديال هذه البنايه، فمن يتحمل المسؤوليه؟ من الرحال اليوم في مدينة تازة، للأسف الشديد الشارع يتداول حول ويتساءل عفوا حول حقيقة هذا المشروع، مشروع اللي تصرفت عليه الملايين، مشروع اللي ولا نقطة سوداء لكل المتسكعين والناس اللي تعيشوا اضطرابات نفسية، مشروع اللي ولا نقطة سوداء هنا وسط المدينة. تابعونا في هذا التحقيق الصادم حول إدارة تحولت إلى ركام.